مارسيل كولر يقود النادي الاهلي للبطوله الاولى في القياده الفنيه للنادي الاهلي. مارسيل كولر لعب المباراه بالتوازن. مارسيل كولر قدر يكسب فيريرا فنيا وقدر يكسب الزمالك في مباراه السوبر. مارسيل كولر لعب بكل توازن. مارسيل كولر بدا المباراه متراجع، ساب الكره لنادي الزمالك، ساب الزمالك يلعب زي ما هو عايز، ساب لعيبه الزمالك تعمل هجمات في بدايه الشوط، ساب لعيبه الزمالك في اول ربع ساعه تعمل لعبه في ارض الملعب. بعد كده النادي الاهلي ابتدى يدخل في ريتم المباراه، النادي الاهلي ابتدى ان هو يحاول يعمل هجمات، النادي الاهلي ابتدى ان هو يضغط على لعيبه نادي الزمالك، وضغط النادي الاهلي اسمر بكل ما هو مفيد للاعبي النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي. وغلط مدافع نادي الزمالك وزكريا الوردي. زكريا الوردي من اللعيبه اللي ما تستحملش مباريات كبيره، من اللعيبه اللي بتتشنج بسرعه، من اللعيبه اللي بتتوتر بسرعه، لاعب تدخلاته عنيفه جدا، لاعب بيخش على اللاعب كده خلاص بقى بايع نفسي، بيدخل يعمل فاول بكل خشوميه، بيرجع كره غلط لدفاع نادي الزمالك، بيتسبب في خطا كبير جدا لمدافع نادي الزمالك وبيحرز منه برونو سافيو. برونو سافيو اللي بيدخل قلوب جماهير النادي الاهلي بكل الابواب الواسعه. برونو سافيو اللي سجل الهدف الاول للنادي الاهلي، ولولا الهدف الاول ده ما كانش النادي الاهلي ممكن يقدر يحسم المباراه. كل التوفيق النادي الاهلي بيقدر يحسم المباراه، بيقدر يفوز بالمباراه. بعد الهدف الاول النادي الزمالك ابتدى يضغط على النادي الاهلي، ولكن ضغط غير مثمر على مرمى الشناوي لحد ما الشوط الاول بينتهي. الشوط الثاني بقى بيبدا، الزمالك بقى افضل، الزمالك بيهاجم، الزمالك بيضغط على دفاع النادي الاهلي، الزمالك بيحاول ان هو يجيب هدف، الزمالك ما بيقدرش ان هو يجيب الهدف. ولكن الشوط الثاني كله بعنوان هجمات نادي الزمالك، هجمات بدون ترجمه، هجمات بدون مهاجم، بدون فيرود، بدون لاعب يخلص قدام مرمى الشناوي. كانت ناقصه لاعب يخلص قدام مرمى الشناوي او لاعب يستغل كل الفرص اللي جت نادي الزمالك الشوط الثاني. ولكن تنظيم دفاعي كويس جدا من النادي الاهلي، تنظيم دفاعي، تنظيم هجومي، كل حاجه النادي الاهلي النهارده كانت بشكل رائع جدا، او بشكل مش هنقول رائع بكل حاجه، ولكن النادي الاهلي عمل اللي مطلوب في ارض الملعب، عمل اللي هو يحتاجه، وجاب الهدف الاول وجاب الهدف الثاني في نهايه الشوط الثاني، بيكسب مباراه. مارسيل كولر يسير على خطى فايلر بعد اربع مباريات، اثنين في الدوري واثنين في افريقيا، بيواجه في مباراه خمسه نادي الزمالك في السوبر، بيحسم لقب السوبر، لقب الاول للنادي الاهلي تحت قياده مارسيل كولر. ارد لك لجماهير نادي الزمالك، مبروك 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 لجماهير النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي المحترمه، جماهير النادي الاهلي اللي بتشجع نادي كبير، نادي البطولات، النادي الاهلي بيفوز بالسوبر. مبروك النادي الاهلي، مبروك جماهير النادي الاهلي. خليك في الملعب دايما مع ملعب فاتح، وانا مش شاكك، انا وفعل زر الجرس. دمتم في امان الله.